واحد مات بالمسجد والثاني مات بالملهى. يجي الخبر هذا مات هنا وذاك مات. شو تقول انت؟ الله يرحمه هذا المات بالمسجد. فورا هيك راح تقول. بس هذا كان داخل المسجد يريد يسرق احذيه المصلين. ذاك كان داخل للملهى يريد ينصحهم يقول لهم يا ناس اتقوا الله. الى متى المعصيه؟ الى متى الفجور؟ اجت تنوبه قلبيه ومات.